اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن حمدي ابو راد. ازيك كابتن حمدي؟ مشرف ونور، سعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا. اول شيء طبعا انا سعيد جدا جدا اني موجود في بيتي طبعا، و وبقالي كتير ما ظهرتش في القناه، فاتمنى يكون ظهور مقبول عند الناس ان شاء الله. مقبول دايما يا كابتن، وحضرتك احد نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مشوار كابتن حمدي ابو راضي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب كابتن حمدي، يعني مشوار طويل مع النادي الاهلي ومع المنتخبات الوطنيه المختلفه في مصر، لكن اكتر حاجه يعني فاكرها في هذا التوقيت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احب اقول في البدايه بس كابتن محمود الخطيب، كل سنه وانت طيب وترجع بالسلامه ان شاء الله يا رب ان شاء الله، واتمنى الشفاء طبعا للكابتن محمود صالح للازمه الصحيه اللي موجود فيها، ويقوم بالسلامه ان شاء الله. طبعا التقرير دوت رجعني لسنين ورا جميله جدا. نعم. والواحد بيتمنى دايما يرجع صغير تاني ويرجع يبتدي من اول وجديد، اكيد كان هيبقى فيه حاجات اكتر من كده كمان. بشكر القناه طبعا على التقرير دوت، و يعني عندي كلام كتير اقوله. الواحد قابل مدربين كتير واشتغل مع مدربين كبار وتعلم منهم مع لعيبه قامات الحمد لله. طبعا انا بقول ان انا حظي كويس ان انا عاصرت ابتداء من الكابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، وكابتن مختار، وكابتن خطيب، دول كباتن النادي الاهلي. عاصرت كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن فؤاد شعبان، يعني انا بعتبر من الناس المحظوظين. يعني الحمد لله يا كابتن، دائما ولاد النادي الاهلي موجودين ودايما في قلوب كل الاهلاويه يا كابتن حمدي. كابتن حمدي، خليني ابدا بقى مع حضرتك من السوبر. ايه رايك في مباراه السوبر وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء؟ والله مباراه السوبر انا شايف ان هي 99% ايجابيات. نعم. ابتداء من التنظيم من اتحاد الكوره واختيار ملعب هزاع بن زايد في الامارات. نعم. والتنظيم الاماراتي. الحاجه الجميله كمان اللي كانت موجوده في المدرجات، جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. كنت ببص على الكاميرا وهي بتتحرك الاقي في وسط جماهير نادي الزمالك تيشيرت النادي الاهلي، ونفس والعكس صحيح في مدرجات النادي الاهلي. نعم. تيشيرت نادي الزمالك صحيح. فدي كانت روح جميله جدا هي اللي طغت على اداء اللاعبين والمباراه، وبرضو الروح الكبيره اللي كانت موجوده بين اللاعبين، الروح الطيبه، وحاجات عوامل تانيه كتيره بقى اداء النادي الاهلي في المباراه دي. أيوة. يعني انا قعدت، يعني من نادر ان انا بقعد على الماتش مركز او 90 دقيقه، دايما بيبقى تركيز نتيجه ايه شغلي، في طريقه شغلي وحاجه شغلي ان انا بركز، انما المباراه دي ما كانش فيها تركيز بقى ان انا بشوف لعيب او بشوف حاجه كده مرتبطه بالشغل. انا كنت مستمتع، اداء رفيع، اداء عالي جدا. نعم. النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي جميعا، الروح الجماعيه واللعب الجماعي خلاني قاعد مستمتع. ونادي الزمالك يمكن التاثير الجماعيه بتاعت النادي الاهلي هي اللي اديته التفوق واديته النتيجه اللي طبعا فرحت جماهير النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي كانت محتاجه المكسب ده، ومش محتاجه المكسب ده بس، كانت محتاجه الاداء. لان انا بعتبر انا لعبت في النادي الاهلي، انما دلوقتي انا من جمهور النادي الاهلي. الاداء انا كنت سعيد جدا 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 بالاداء من اول دقيقه لاخر دقيقه. الاداء رتم الاداء واحد، الروح واحده. فطبعا يعني اعتقد يا كابتن بمناسبه الاداء، لو كنا لا قدر الله حصل حاجه واتغلبنا كان هتبقى الناس طبعا زعلانه على النتيجه، ولكن في النهايه مبسوطه بشكل وان اللعيبه واقفه على رجليها. هي دي حقيقه فعلا، ان غالبيه جماهير النادي الاهلي الاداء بيهمها رقم واحد. نعم. ممكن النتيجه ما بتجيش على الهواء، النتيجه دي بتبقى في الاول وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. نعم. انما هو الاداء اللي بيرضي طموح وغرور يعني مش غرور، يعني طموح الجمهور النادي الاهلي. نعم. فالمباراه دي جمعت بين الاثنين، الاداء والنتيجه. والنتيجه مظبوط. طيب
كيف تفوق من وجهة نظرك كولر على فيدرر؟ رقم واحد انا كنت شايف، يعني انا شايف في مستر كولر هدوء جميل جدا. نعم. الهدوء المقنع، يعني ممكن يكون في مدرب هادي بس ما بقاش مقنع للاعيبته. صحيح. درس كويس وعرف الديفوهات اللي موجوده في اداء الفريق في المباريات السابقه، قدر يتلافى، قدر يجهز اللعيبه للمباراه وقيمه المباراه، وان دي مباراه اولا بتتلعب خارج البلد. مزبوط. قدام بلد تانية، جمهور تاني، الامارات اخوات، انما برضو خارج البلد. هو اداله التفوق، زائد اللي هو ساعده على كده ان اللعيبه نفسها عندها الاراده ان هي تمحي الفتره اللي فاتت، لان الفتره اللي فاتت أيوة. في عوامل كتير، مزبوط. في عوامل كتير اثرت على الاداء واثرت على النتيجه وتضارب في حاجات كتير قوي. ف يعني المدرب واللعيبه اشتغلوا على الهدف الواحد اللي احنا شفناه، الشكل الجمالي والنتيجه اللي اسعدت الجماهير. طبعا ده ما يبخس حق نادي الزمالك، نادي الزمالك ادى في حدود التجهيز اللي فيه. يمكن ان الثقه الزايده شويه عندي نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك هي ادت التفوق للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي نزل يعني بعد عن حته التكبر وحته ان انا الاقوى، ان انا عندي بطولات كذا وكذا وكذا. هو عنده الهدف الواحد النهارده، المباراه دي مباراه كاس، مباراه واحده فيها وقت اضافي، احنا عايزين ما نلجاش للوقت الاضافي. نعم. وهو ده اللي حصل في الماتش. طيب، هل التشكيل اللي لعب بيه مارسيل كولر من وجهه نظرك كان مفاجاه ليك؟ لا، هو يعني انا ما شفتش ان في لعيب مفاجأة طبعا في الاداء. هو طبعا يمكن الغياب ديانج لظروف الاصابه، انما كل اللعيبه اللي بدأ بيهم لعيبه يمكن من اول مباراه في الدوري. نعم. ادوا اداء كويس، بما فيهم رقم واحد طاهر محمد طاهر. اوكي. لعيب ذو امكانيات عاليه جدا جدا جدا. صحيح. بس شخصيه كولر انا شايف ان هي يعني متوائمه مع شخصيات لعيبه النادي الاهلي. اوكي. طموحه زي طموحهم. اوكي. وهدوءه وتفكيره. الراجل يعني انا ما التقيتش بيه شخصيا. انما ملامح وشه مديه ايحاء ان هو موجود في مصر من 20 سنه. ابتسامته تحس ان هو مبسوط. مبسوط ابتسامته حتى اللعيب، لان لعيب الكوره في الملعب لما بيلمح المدرب تعبير وشه دي بتاثر على ادائه. فهو في اداء، يعني حتى الكاميرا لما بتيجي على 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 وجهه تبص تلاقيه. انا برتاح كواحد بيتفرج في التلفزيون على المباراه، انا بستريح. اوكي. بحس بثقه. فكل ده يعني عاد على اللعيبه وعاد على الاداء. انا شايف كل اللعيبه نجوم، انا ما اقدرش اقول ده اعلى من ده. كل اللعيبه نجوم. يعني مثلا كريم فؤاد، ما هو نزل فؤاد قليل انما نجم. نعم. نزل. نعم. وبعدين في حاجات بتتعمل بقالنا كتير ما شفناهاش، ويمكن ما بشوفهاش في اغلبيه فرق الدوري. ايوه. في شكل جمل معين. تقصد طبعا. شكل في الكور الثابته والكور المتحركه والهجمه والضغط، والضغط دايما عامل زي سيمفونيه، يعني مفيش واحد بيضغط لوحده، لا بيبقى واحد واثنين وثلاثه، بيبقى معروف. الكور الثابته دي طبعا انا بقيت مبهور من الكور الثابته اللي اتعملت. تمام. ما فيهاش يعني جول ما فيهاش غلط. كابتن جول حلو جدا. انا يعني كل حاجه الاهداف جايه من يعني حتى هنقول ايه، ان في غلطه من مدافع الزمالك. نعم. انما الاستغلال، الوقفه والاستغلال والاستعداد والقرار دي عوامل مهمه جدا. صحيح. المدرب طبعا بيعد اللعيب بتاعه انه يبقى عنده القرار والتنفيذ. مظبوط. انما الكور في اكتر من جمله اتعملت في كوره ثابته او كور متحركه، تحس انا بحس ان هي كانت ايه، زي ما كنا انا بجيب كراسه وبرسمها كده ومفيش حد اوكي بيتحرك. وده المطلوب طبعا، ده المطلوب. اوكي. طيب،
عملية بناء الهجمة مع مارسيل كولر هل بتشوفها مختلفة عن أيام موسيماني عن أيام سواريش؟ طبعا في اختلاف كبير. يعني انا برضو انا بقول ان وقت سواريش يعني جه في وقت صعب جدا، صح، كل المنظومه يعني فيها ايه، اتهلكت كل المنظومه. فطبعا ده وضع، انما فتره موسيماني كان في فتره طويله، انما طبعا في اختلاف كبير. اوكي، في هدوء، الهدوء اللي هو بيجيب تركيز، اوكي، اللعب مش عشوائي، الاداء مش عشوائي، التفكير مش عشوائي، القرارات مسبقه للعيبه كلها، صحيح، كل واحد واخد قراره. حتى يعني انا بقول اللعيب اللي بيبقى قاعد احتياطي ده وبينزل هو عنده سيناريو وعنده قرار، هو هينزل يعمل هينزل ايه، يعمل ايه، صحيح، زي ودي شفناها، وبعدين شفناها في الماتش اللي قبل كده. يعني دايما هنلاحظ التغييرات اللي بتحصل في المباراه، في مباراه النادي الاهلي هتلاقي في شكل وفي سيناريو، كل واحد كأن الماتش ده اتلعب قبل كده. مظبوط. طيب برضو رأيك في مستوى طاهر محمد طاهر وسافيو مع مارسيل كولر؟ طاهر محمد طاهر طبعا انا شايف مستواه مرتفع جدا جدا، هو اكيد جرعة الروح اللي خدها من مستر كولر طبعا واضحة عليه. سافيو هو لاعب برازيلي، يعني لسه جاي، اول تعامل مع مستر كولر، صحيح، انما هو عنده لعيب عنده، واللعيب اللي عنده دوت بيبان، يعني حته انك انت تقدر تقيم لعيب تقول هو عنده ولا ما عندوش، هل دي صدفه او تركيز او يعني حاجه جواه، موهبه جواه. ايوه، الحاجات دي موجوده عند سافيو، اوكي، حاجات في موهبه وفي قرار. طبعا مع الماتشات الفترات اللي جايه هتلاقيه ممكن يبقى افضل من كده بكتير. المكسب دايما بيرفع المعنويات، المكسب بيطلع المخزون اللي عند كل لاعب اللي صحيح. هو لسه ما بحش بيه لنفسه ولا للعيبه ولا للجماهير. وحضرتك معايا برضو يا كابتن حمدي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي، يعني الناس اللي بتحب ما بتشجعش النادي الاهلي بتسالني دايما انتوا مالكم فرحانين قوي كده ليه؟ مبسوطين كده ليه؟ انا شخصيا كنت برضو دايما اقول يا جماعه دي بدايه الخطوه او الخطوه الاولى للعوده للبطولات مره اخرى، خصوصا بعد ما خسرنا السنتين اللي فاتت الدوري، حتى لو كان بسبب تحكيم او بسبب كذا او بكذا، ولكن في النهايه انت خسرت دوري. ده مظبوط. هي يعني حته ان النادي الاهلي طالع من فتره غير طبيعيه، في صحيح، في 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 حاجات كتير، في عوامل كتيره جدا جدا، من كورونا لانتظام مثلا الماتشات الدوري، صحيح، للاجهاد، لتلاحم المواسم، ليه وليه وليه، حاجات كتيره جدا. معنى ان الجماهير فرحانه ولاعيبه الاهلي فرحانه، هم مش فرحانين، اصل دي مش حاجه جديده علينا، صحيح، هي زي ما انت قلت كده في المقدمه بتاعتك، فرحه العوده، لان احنا متعودين طول عمرنا النادي الاهلي اي بطوله احنا بنلعب على البطوله، احنا ما فيش حاجه اسمها يعني التعادل، دي بالنسبه لنا بتبقى خساره. انا بتكلم كلاعب نادي اهلي، اهلاوي، التعادل خساره، فدايما بنفكر في جميع المواقف وفي جميع الاماكن وفي اي بطوله سواء افريقيه او محليه او احنا بنفكر في الفوز، لان عندنا ده يعني ايه، عقيده موجوده عندنا، احنا بنشيل هم الجمهور رقم صحيح، واحد، صحيح، الجمهور النادي الاهلي دوت رقم واحد، هو الاساس في كل شيء. واحنا انا بقول لك عن شعور انا عشته، يعني انا كنت بشيل هم يعني هم الجمهور، انا لو كنت وحش اديت وحش او اتعادلت هقابل الجمهور ازاي، طب صحيح، هقابل الاهلي ازاي. فالحاجات دي كلها دي عوامل كتيره جدا، برضو الناس ما تاخدش بالها ان دي بتبقى عبء على لاعب الكوره، انما اللي بيلعب في النادي الاهلي هو دوت قد لازم يكون قد الحاجات دي كلها. اوكي، غابت الحاجات دي الفتره اللي فاتت لظروف طبعا ممكن تكون خارجه، انما اعتقد ان هي رجعت، ورجعت بقوه وبجمال، ما هي دي مش بدايه العوده، عشوائيه. فعشان كده احنا مبسوطين طبعا ان انت تفوز على نادي الزمالك، نادي كبير وكل حاجه، وان انت تفوز على، خلي بالك نادي الزمالك برضو لسه كسبان النادي الاهلي في نهائي الكاس، فان انت برضو تفوز على نادي الزمالك طبعا ده يفرحنا ويبسطنا وكل حاجه، طبعا ولكن في النهايه هي فرحه العوده للانتصارات والبطولات مره اخرى، هي ده الاساس
في كل شيء. طيب بما اننا بنتكلم عن الجمهور، خلينا نطلع نشوف راي جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه وفوز النادي الاهلي بالسوبر المحلي وافضل لاعب في هذه المباراه من وجهه نظر الجمهور، ونرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حمدي، من وجهه نظرك مين افضل لاعب في هذه المباراه؟ افضل لاعب في المباراه دي مستر كولر. مستر كولر يستحق الحقيقه، لانه وده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، ان هو مستر كولر اول ما نزل من الطياره خد اللعيبه وراح عمل تدريبه خفيفه في الملعب، اعتقد ده شيء جيد جدا برضه يا كابتن حمدي. انا لسه كنت بقولها بره قبل ما ادخل على الهواء، بقول لصديق ليا يعني، بقول له الفرقه جت نزلت من الطياره على التمرين، فبيقول لي، قلت له لان هو ده راجل بيشتغل، عايز يشتغل. كابتن جوهري الله يرحمه كان دايما بيعمل مع حضراتكم معاكم كده طبعا. كابتن جوهري طبعا الله يرحمه، مستر فايتس، بس الكابتن جوهري اكتر كمان. الكابتن جوهري كان عاشق يعني يدخل مفهوم المعسكر والتجمع، وان الكوره دي هي انت لعيب كوره يعني قبل الاحتراف ما يخش يدخل مصر، كان بمفهوم ان لاعب الكوره دوت يومه ما فيش حاجه اسمها اجازه، يومه حتى بيقضيها ممكن يبقى قاعد في الملعب ولابس هدومه من غير تمرين، لابس الشورت والفانيلا وقاعد، هو ده يعتبر تمرين، انت اديت تمرين كده. فطبعا معنى ان هو من الطياره للتدريب راجل جدي، راجل بيحب الشغل، راجل عايز درس اللعيبه ودرس فرقه النادي الاهلي ودرس الفتره اللي فاتت دي كلها وحط ايديه على النقط اللي اللعيبه محتاجاها، وده ظهر معاه في المباراه يعني. ظهر معاه في المباراه. طيب برضو كابتن حمدي، المباراه اللي جايه الداخليه ان شاء الله، كيف تنظر الى هذه المباراه؟ هو طبعا احنا يعني ما نقدرش نقول ان الداخليه في المستوى اقل والاهلي اعلى واحنا كسبانين، ده دي مباراه عشاقه، دي مباراه ثانيه. دي مباراه دوري 3 بونت، لعيبه النادي الاهلي ليها طموح في الثلاثه بونت، نفس الحكايه لعيبه الداخليه ليهم طموح في الثلاثه بونت، ودايما اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي طبعا بيبقى فيه حافز كبير للعيبه، فبيبذلوا اقصى جهد. المقابل ان لعيبه النادي الاهلي لو قابلت المباراه بحته ان بقى في تهاون وانا كسبان نادي الزمالك وعامل مباراه، طبعا هتاثر على الاداء وتاثر على النتيجه، وبس ده اعتقد ده موضوع بعيد جدا عن تفكير لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي مع مستر كولر. طبعا المباراه هتبقى كويسه، كابتن رضا شحاته مدرب من المدربين اللي بيحب تلعب كوره، ليه شكل ويظهر بمظهر كويس ويؤدي اداء كويس، يعني هنلاقي مباراه كويسه. مباراه ممكن نستمتع بيها يعني. كابتن رضا شحاته مع الداخليه الحقيقه يعني اتفرجت على المباراتين الداخليه بيميل اكتر للنواحي الدفاعيه. ما هو اللعيب المدرب الكويس دايما بيعرف امكانيات فرقته ايه وامكانياته هو ايه وهو عايز من المباراه دي ايه. انا بلعب الاهلي غير ما بلعب اي فريق اخر، فهو على حسب احتياجه. طبعا في النادي اللي بيلعب النادي الاهلي ممكن يلجا للتحفظ الدفاعي، والتحفظ الدفاعي دوت بتبقى مشكله للفرق كلها. صحيح. ازاي تبقى في تعمل الخلل في المنافس اللي قدامك، واعتقد ان الاداء اللي شفناه من النادي الاهلي مباراه السوبر اعتقد ان شاء الله يعني برضو يكملوا على نفس الوتيره. لسه كنت هقول لك، هل من الممكن ان احنا نشوف نفس الاداء ده برضو امام الداخليه، ولا الاداء عشان الداخليه طبعا هيبقى طريقه لعب مختلفه عن نادي الزمالك؟ اعتقد اعتقد ان نفس الاداء، لان هي برضو بتعتمد على المدرب، الحاجات اللي بيحطها، الحاجات الحوافز للعيبه، ان هي بنفس الاداء اللي هو مباراه السوبر يبقى اي مباراه اقدر العبها بنفس الاداء. واعتقد ان مستر كولر عنده القدره دي، ان هو يمشي برتم واحد، ما يبقاش رتم فوق ودي مباراه اقل فانزل بالرتم. طيب انطلاقه الاهلي السنه دي في الدوري شفتها ازاي في الدوري بقى؟ آه
طبعا مش هنتكلم على اللي فات، احنا بنتكلم على الدوري دوت. انا شايف ان في اصرار وفي كل واحد في لعبه، في لعبه النادي الاهلي عايزه تصالح الجمهور. ايوه. زائد ان استيعاب مستر الكرر لجماهير النادي الاهلي عارف قيمتها ايه، وعارف المشاكل اللي فاتت ايه، فهو اعتقد ان هو هيتلافى كل الحاجات دي في مباراه الدوري، على اساس ان هو النادي الاهلي اكتر نادي بطولات دوري او كاس او كاس افريقيا، فاكيد مش هيغفل عن الحاجات دي خالص يعني. طيب برضو عايزين نتكلم عن، لو من وجهه نظرك يعني حتى الان انطلاقه مميزه لغزل المحله، وانطلاقه مميزه او يعني الطبيعي بتاع الاهلي والزمالك ان هم يكسبوا الماتشات، فشايف برضو انطلاقه الثلاث فرق دول تحديدا ازاي؟ لان المحله يعتبر برضو عامل مفاجاه لغايه دلوقتي. والله برضو نفس النقطة دي اتكلمت فيها في فرقة غزل المحلة. خلي بالك فرقة غزل المحلة من الموسم اللي فات بنفس الأداء والريتم اللي هم ابتدوا بيه. بس هي هتختلف ان ايه، تغيير المدرب. المدرب القبرصي اللي موجود دلوقتي غير المدرب السابق، بس هم نفس الريتم بتاعهم، رتمهم دايما سريع، بيلعبوا بطريقه واحده. يعني هو لو تابعت المحله ورجعت المحله الموسم اللي فات وبرضه الموسم دوت، هتلاقي هو الريتم ما اتغيرش. اولا ضغط متقدم، بيلعبوا كره سريعه، ما بيكتروش في التحضير، يعني ما بيحضروش من تحت كتير. صحيح. هم اي تحضير واي باص او حتى لو واحد عايز يخلص من الكره بيخلص من الكره لقدام. فهم انت ليهم من اكتر الفرق ان بتخش 18 فرقه، الفرق الفريق المنافس. وهم ده طبعا مع فكر المدرب اللي موجود السنه دي محققين الطفره دي والنتيجه كويسه. انما هم عندهم روح الاداء دوت، هو الفرقه الوحيده اللي على مدار الموسم ما لعبتش بطريقه زون او طريقه دفاعيه او طريقه بتلعب ضغط متقدم. وبعدين دي سمه موجوده اصلا في نادي المحله من زمان، يعني من السبعينات والثمانينات. المحله عندها الروح العاليه. مستوى كابتن لغايه نهايه الدوري؟ هيكمل. انا اعتقد انا كنت من الفرق اللي كنت بحب اتفرج عليها قوي. طيب. المحله لانها بتلعب خسرانه او كسبانه، هي دايما بتلعب على الثلاث خشبات. فعاملين بيعملوا شغل جاي. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بدايه مارسيل كولر والبطولات، او بدايه مشوار البطولات لمارسيل كولر، ونرجع بقى نتكلم ايضا عن بقية الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، لكن بعد هذا التقرير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن، يمكن استقالة كابتن ربيع كانت أهم حدث هذا الأسبوع، الأسبوع الثالث يعني. طبعا كابتن ربيع طبعا قامة كبيرة، بس يمكن الظروف ما ساعدتوش كويس، لأن برضو يعني أنا في رأيي إن أسوان اعتمد على كم كبير من الصفقات. أوكي. بس مفيش تناسق بين الصفقات، لازم يكون في أساس ببني عليه بجيب فيه. صحيح. مش هي عدد صفقات وخلاص. وخلاص. أوكي. فهي دي اللي عمل الدروب، وأنا توقعت كده من أول ماتش لأسوان. قلت الكابتن ربيع يعني ما اعتقد ان ثلاث ماتشات ومش يعني ايه، مش هيبقى في تكمله او في توافق يعني دي. والله حضرتك قلت كده. دي حقيقه. ان كابتن ربيع مش هيقدر يكمل بقى ثلاث ماتشات. رغم ان هو كان في تطور في الاداء، ولا حضرتك شايف برضو ان مفيش تطور؟ لا، هو مفيش تطور، لان اصلا مفيش كيان موجود في الفرقه اساس مبني عليه. هو جه يعني كم كبير من الصفقات كتيره، فدي اثرت على التجانس وعلى الاداء والبدايه. دلوقتي الفرق طبعا مفهوم الكوره والدوري والفرق دلوقتي اختلف عن زمان. البدايه بتبقى كله عايز يبتدي قوي. جدا. صحيح. فطبعا ما اسعفوش الحظ ان هو التجانس يجي او يقدر فيه، يعني الموضوع صعب، لان برضو كله عايز على الثلاثة بونت. كل فرقه دلوقتي بتلعب على الثلاثة بونت، مش زي زمان. زي الاول كان ايه، انا بقول انا بنزل عايز بنط. ايوه.
فطبعا الموضوع ربنا اختلف. اختلف خالص يعني. مين تاني لافت نظرك من فرق الدوري يا كابتن؟ الفرقة اللي عجباني قوي من الموسم اللي فات بصراحة، ومعاه مدرب هايل، فاركو. فاركو الميدا. الميدا. اولا من السنة اللي فاتت ما عندهمش صفقات، هما بيلعبوا بالناس اللي موجودة عندهم. اوكي. مدرب عنده فكر وبيطبق الفكر، وساعده ان اللعيبة متوافقة وعندها قابلية انها يتقبلوا الفكر. تمام. هم انا بسميهم هم دلوقتي الفرقه رقم 2 اللي هي بتاعت الدقيقه 90، يعني بقالهم المباراه اللي لو فاتت. المحله والله. لا، فاركو بالذات، فاركو فرق. السنه، فاركو اوكي. الموسم اللي فات كل بيتعادل او بيكسب دايما في الدقيقه الاخرانيه، بيبتدي بقى من الدقيقه 85 يبتدي فيها. السنه دي الماتش اللي فات، يعني الماتش اللي فات الدقيقة 75، أنا ما كنتش بتفرج على الماتش، الدقيقة 75 وهم متعادلين 0-0، ايوه. أنا قلت في الدقيقة 90، بعد الدقيقة 90 هم هيجيبوا جول، وجابوا دقيقة جابوا الجول بتاعهم في الدقيقة 94. فعلا. في الدقيقة 94 مش 90 كمان بقى، في الوقت الضايع يعني. ايوه. مدرب بيلعب على بأقل إمكانيات، ايوه. بأقل إمكانيات، يعني هو السنة دي معاه الجول. الاتحاد برضو فريق كويس يا كابتن. الاتحاد بعد التدعيمات بعد وبعد التدعيمات طبعا التغييرات، طبعا يعني الاتحاد الموسم اللي فات كان كان اقل من كده. بادي البدايه كان بداية فيها سيئة ضربات صحيح. كتيره، يمكن الكابتن محمد عمر طبعا حبيبي يعني انسان طبعا جميل، كان جميل كابتن محمد. قدر ان هو يعني يطلع بنادي الاتحاد ويبعده ايوه. عن شبح الهبوط. طبعا انا بحب من نادي الاتحاد من الانديه اللي بحبها قوي جدا يعني. السنه دي برضو يعني بدايه قويه وبدايه كويسه، وارجو انها تستمر. انما انا بشيد طبعا بالميدا في فاركو نظرا للظروف، ان هم ما فيش عندهم ولا صفقه ولا صفقه، هو ده اللي فارق. حتى محمد صبحي رجع الزمالك، صحيح. عندهم الجون رقم 2 هو الاساس، بس الموسم اللي فات ما لعبش ولا مباراه يعتبر يعني. هم دلوقتي عندهم الجون دوت الاساسي وجول تاني بس، بقيه الصفقه الفرقه حتى ما تلاقيش فيه بدائل كتيره، ايوه. انما هو الراجل بيلعب على الامكانيات اللي قدامه دي واللعيبه مساعداه. بس هو مدرب كويس بيعرف يوصل لعيبته لدايما ان انت كويس، وطالما كويس وبتأدي هتكسب، فعشان هتكسب كده بيكسبوا صحيح. وفي عدالة في اختياراته دايما. بالظبط. طيب خلينا بقى نروح لمنتخب مصر. ومنتخب مصر هيبدأ معسكر خلال اسبوع استعداد لمواجهة طبعا منتخب بلجيكا، يعتبر المصنف تاني على العالم. شايف مثل هذه التجارب ازاي يا كابتن؟ طبعا تجربة كويسة وتجربة مفيدة جدا، حتى لو وخاصة النتيجة سلبية، حتى بمعنى لو ان انت النتيجة سلبية، يعني دخل فيك اهداف ولا حاجة؟ لو بصيت عشان انا بعمل تجارب وببني لهدف معين واقول ان انا ملعبش قدام فرقة معينة ايوه. عشان ممكن النتيجة تبقى كبيرة وتجيب لي احباط والكلام دوت، ده مش منطق بالنسبة لي في الكورة، اوكي. مش منطق خالص ايوه. يعني. انا فرقه كره، وبعدين انا منتخب مصر، مش صحيح. يعني مش حاجه قليله، قليلة. بس منتخب. بتلعب برضه المنتخب الثاني عالميا. بس كمان انا عندي ظرف تاني، ايوه. انا بلاعب منتخب بلجيكا في الكويت، صحيح. يعني عندي درجة ارضيه، الحرارة ارضيه افضل. عربيه ودوافع تقدر تعمل. واحنا كمصريين الحاجات دي بتفرق معانا طبعا وبتخلينا نقدر كل واحد يطلع كل اللي عنده. كل اللي عنده. صحيح. واعتقد ان لعيبه مصر مش قليله، لا طبعا. لا لا في طبعا. أداء ولا منتخب بلجيكا أو مش تاني حاجة، المنتخب الأولمبي بقى النهاردة أفوز 1-0 على إسواتيني، ومسامة فيصل بيحرز هدف المباراة الوحيد، والتأهل لمواجهة زامبيا قبل بعد كده بقى ما يكون الدور الثالث، يعني قبل التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس. لكن النهاردة أضعنا كثير من الفرص يا كابتن خلال شوطي المباراة، سواء الشوط الأول أو الشوط الثاني، ولكن في النهاية استطعنا أن نحرز هدف وحيد استطعنا به نصل إلى الدور الثاني الثالث. تقصد شايف ايه برضو في بالنسبه للمنتخب الاولمبي يا كابتن حمد؟ يعني هتكلم بصراحة شوية طبعا في اتفضل. المنتخب الأولمبي، هو لسه متكون من فترة قريبة، صحيح. ودي مشكلة يعني، مفيش قوام
ومفيش مدرب مفكور ده اسمه منتخب، في اجنده دوليه بتبقى صحيح. معروفه، سنه كذا سنه كذا في ماتشات كذا هتعمل. اللعيبه دي اول مره يلعبوا مع بعض معظم اللعيبه. المباراه الاولانيه انتهت 0-0 بالتعادل، ايوه المباراه الثانيه كانت النهارده 1-0، ممكن تكون العامل الارض هو اللي يعني كان معانا ان احنا كسبنا فيه. اوكي. انما برضو احنا يعني مفروض يبقى فيه تجمع واحتكاك قوي للمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ده اسمه منتخب اولمبي، يعني اللعيب ده عنده 20 سنه و23 سنه، يعني منتخب يلعب منتخب اول مظبوط. ويلعب في فرقه في فرقته في الفريق الاول. ايوه. ف يعني محتاج اهتمام في التكوين صحيح. وفتره وفتره فترات طويله، خاصه برضو يمكن المدرب اول مره يحط رجله في مصر، رجولو ميكالي مظبوط. فبرضو الحاجات دي بتبقى عوامل مهمه جدا عشان يقدر يستقر على 11 لعيب بيبقوا موجودين، لان دايما اي مدرب بيبقى هو عنده ال 11 وعنده البدايل في مخه، بس لازم يبقى عنده الاساس. مش لسه مثلا احنا المنتخب الاولمبي متجمع من قريب مظبوط. وبعدين لقينا ماتش بتاع، يعني اللعيبه مفيش احتكاك مع بعض، مفيش المعيشه، مفيش انسجام. الكوره معيشه. يعني انا قاعد مع كابتن اسلام، احنا فرقه واحده خلاص قرينا بعض، صحيح. وانا مغمض وانا في الملعب انا بعرف الكابتن اسلام بيجري فين، والكابتن اسلام عارف حمدي بيجري فين مظبوط. وفلان بيجري فين. هي الكوره كده، يعني احنا يعني بنشوف في اوروبا، او انا بسمع وشفت في اوروبا ان اللاعب في اوروبا ده هو بيروح يسلم نفسه في النادي الساعه 9 الصبح ولا الساعه 8 الصبح، حياته صحيح. بياكل ويشرب ويتمرن كل وبتاع حاجة. ويروح ينام في البيت ويرجع تاني يوم، هي دي شغلته. فما بالك انت عايش مع شخص طول اليوم هو شغلك ايوه. انتوا هتحفظوا بعض، من هتبقى الامور سهله. انما التجمع وانا بقالي فتره ما لعبتش معاك، وبعدين خاصه ممكن انا ايه، انا كحمدي بلعب في فرقه الاهلي او فرقه بتاع، ما كنتش بلعب في فرقتي، انما اختاروني المنتخب الاولمبي صحيح. فانا مش جاهز. تقريبا هو ده اللي بيحصل. ما هي دي المشكله، هي دي المشكله فعلا. يعني دي مشكله المنتخب الاولمبي، ان احنا دايما مش زي المنتخب الاول. المنتخب الاول بيبقى فيه فترات ودايما اللعيبه اللي بتلعب والكلام دوت يعني فيه، انما المنتخب الاولمبي احنا يعني ايه بنستهون نجيبها من الاخر شويه. طيب اتفضل. خلاص تمام كابتن. اخيرا برضو عايز اقول لحضرتك، يعني تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، تعتبر في بدايه الموسم. يعني اقول اول شيء، اول انا رقم واحد في منظومه الكوره او في النادي الاهلي اي جمهور النادي الاهلي، مظبوط. انتوا احسن ناس وانا بحبكم جدا، ودايما بتتحملوا اللعيبه في الاخفاق، وبتفرحوا جدا بيهم لما يفرحوك ويفرحوا نفسهم. اتمنى ان انتوا كده تفضلوا كده على طول وفي فرحه دايما على طول، واوعدكم يعني ان لعيبه النادي الاهلي عمرها ما هتخذلكم ودايما هتعيشكم في فرحه. الجهاز الفني واللاعبين اللاعبين ومجلس بقى، الاداره بقى لو حبيت. اللاعبين يعني بشدد على اللاعبين، ايوه. خلي بالكم الجمهور ده ما بينامش وما بياكلش بسببنا، بسببكم. انا بعتبر نفسي ان انا لاعب في لعيب الاهلي طبعا طبعا يا كابتن، بسبب ان هو لو انت لو ما اديتش او كنت في اداء قليل او كنت في لا قدر الله بتبقى في خساره، هو ما في اوقات ما بينامش وما بياكلش بسبب. فارجوكوا دايما فكروا في الجمهور بتاعكم، لان الجمهور دوت هو نفسكم، هو الاساس، هو صوتكم، هو اللي بيتكلم عنكم، هو اللي بيدافع عنكم، صحيح. هو اللي بيعمل لكم كل حاجه. الجهاز الفني طبعا انا بشكركم جدا، لان ايه بداية انا عن جميلة. نفسي سعيد بيكم، سعيد بالاداء، سعيد بالروح الحلوه، سعيد حتى بالتفاهمات بتاعتهم من على الدكه بره، ايوه. في ليها اسلوب راقي وشكلها جميل، وكل ده عايد على لعيبه في الملعب وعلى لعيبه اللي قاعده على الدكه. انا بشكرك جدا يا كابتن، شرفت ونورت، وسعيد جدا جدا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا النهارده.
انا بشكرك كتير جدا، كانت وقتي جميل وظريف، واتمنى يا رب يكون الناس برضو سعيده كده، مش متضايقه ولا لا يا زعلانه كابتن، يعني. بالعكس ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. شكرا جزيلا للنجم ربنا الكبير يخليك كابتن كابتن. حمدي ابو رادي. انا بشكرك يا كابتن حمدي، ايضا احد النجوم الكبار واسطوره من اساطير النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن محمود صالح. الحقيقه بنقول له الف سلامه النهارده كابتن محمود، او يعني كان بقاله فتره تعبان شويه، النهارده او امبارح كان بيعمل عمليه دقيقه، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، وهنطمنكم دايما على كابتن محمود صالح. خلينا نطلع نشوف تقرير عن ايضا احد النجوم الكبار في النادي الاهلي واسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن محمود صالح، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل كريم سعيد واحمد ثابت، هيكونوا في ضيافه البيت الكبير في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نطلع نشوف نجم الكبير كابتن محمود صالح تقرير عنه، نقول له بس في الف سلامه، يعني الف سلامه لكابتن محمود، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل كريم سعيد واحمد ثابت.